مين ممكن يصدق ان الطفل اللي ملامحه بريئه ده هو نفس البني ادم اللي بقى قائد المانيا العظمى، وهو اللي بدا الحرب العالميه الثانيه، وكمان هو السبب الرئيسي في الحرب البارده اللي قعدت عشرات السنين؟ ايوه بالظبط كده، هو ده ادولف هتلر. فتعالوا بقى نشوف بدايه قصه ادولف هتلر، ونشوف ليه الولد الغلبان جدا ده هو اللي خلانا احنا كلنا الغلابه في الاخر. ادولف هتلر اتولد في سنه 1889 في قريه صغيره جدا كده في النمسا. هتلر بقى كان الاخ الكبير، وامه كانت بتحبه وبتدلعه جدا، على عكس ابوه بقى اللي كان شديد قوي معاه، وكان دايما بيعاقبه على التصرفات الشقيه اللي هتلر بيعملها، مع انها المفروض كانت حاجه طبيعيه بالنسبه لعيل صغير. في المدرسه بقى هتلر كان طول عمره شاطر جدا وعنده صحاب كتير، بس في نفس الوقت كان شقي جدا. بس ابوه بقى كان دايما بيوقف له على الواحده، واي حاجه غلط هتلر بيعملها كان دايما ابوه بيوقف له عليها وبيعاقبه وبيضربه على طول بعدها. فحاجه زي كده بقى خلت هتلر ان هو يفضل يغيظ في ابوه ودايما يعاند معاه. يعني مثلا المنطقه اللي هتلر وعيلته كانوا عايشين فيها كانت في وقت ما تابعه لالمانيا زمان، فالناس اللي عايشين في المنطقه دي كانوا متقسمين نصين، نص انتمائه لالمانيا والنص التاني انتمائه للنمسا. فبما ان ابوه اساسا كان موظف في الحكومه النمساويه، فابوه بقى كان انتمائه مع الناس اللي بيحبوا الحكومه النمساويه، وبسبب كده بقى هتلر بقى منتمي جدا لالمانيا عندا بس في ابوه تقريبا غلاسه كده. فاول بقى لما هتلر تم 10 سنين اتعرض لاول صدمه في حياته، وهو ان اخوه الصغير عيل وتوفى. ومن ساعتها بقى هتلر بدا يتغير واحده واحده، فبدا بقى يقعد لوحده كتير في المدرسه، وكمان ساعات بقى بيقعد وبيكلم نفسه، حتى كمان درجاته في المدرسه برده قلت جدا. ده غير كمان ان العيال صحابه كانوا كلهم بيتنمروا عليه، فانت كل شويه كده لو تلاحظ الولد ده من هو سن صغير عمال بيجي له العقده في الثانيه في الثالثه، وكان مش بيحب قوي الدراسه زي زمان، وبقى مهتم شويه بالرسم، وكان طول عمره عنده سنس كده في فنانين في نفسه. وهوب كان بعدها بفتره صغيره ابوه توفى. واول بقى لما عم ادولف هتلر ده تم 18 سنه سافر لفيينا على اساس بقى انه يحقق امنيه حياته ويدخل الفنون الجميله اللي هو نفسه يخشها، بس للاسف الشديد جدا اول لما راح هناك اساسا ما تقبلش امتحان القبول. فطبعا بعد ما اترفض اضطر يرجع تاني للمدينه اللي هو كان عايش فيها زمان، ومن ساعتها برضو المصايب عماله بتقع على دماغه، وحصلت له ساعتها تاني اكبر صدمه في حياته كلها، ان امه اللي كان بيحبها وكان قريب منها جدا اتوفت، فما كانش في اي سبب تاني يخليه يفضل قاعد في المدينه اللي هو اتولد فيها، وقرر ان هو يروح تاني لفيينا على اساس انه يجرب يخش تاني كليه الفنون اللي هو بيحبها. فانا عايزك بقى تتخيل كده معايا كام حاجه، ولد في بدايه عشريناته معهوش حرفيا ولا مليم في جيبه، قاعد في مدينه جديده خالص، وخسر ابوه وامه واخوه الصغير، ده غير كمان ان هو اساسا كان عايش في الشارع هناك في فيينا، ففعلا الدنيا كانت جايه قوي عليه. فطبعا بعد الاحداث دي كلها والمصايب اللي حصلت له في حياته، صعب جدا ان احنا نقدر نحدد النقطه اللي اتولدت فيها افكار هتلر المتطرفه والشديده جدا. ففي الفتره بقى اللي هي كانت الدنيا جايه عليه قوي كده، انتشرت فكره هناك كده اسمها معاداه للساميه، ودي بكل بساطه بتقول لك ان الناس طبقات وعروق مختلفه، وفي اختلافات ما بينهم كلهم، وبالنسبه لهم ان افضل وانقى عرق فيهم هم الالمان البيور، واقل واسوا عرق هم اليهود. فهتلر بقى اول لما اتعرضت عليه النظريات دي عجبته جدا، وتسوح بقى خالص بدماغه ان اي مشكله ممكن تحصل عامه في المانيا او في النمسا سببها هي المشكله دي. يعني مثلا لو في بطال عندهم، السبب الرئيسي لحاجه زي كده هو ان في ناس واخده دور ناس تانية، وفاكر بقى ان الناس دول مش حقهم ان هم اساسا يتوظفوا في الوظائف دي عشان هم اقل من الالمان البيور. فلما تم هتلر 24 سنه سافر بقى المانيا، وعاش برده نفس العيشه الوحشه جدا اللي كان عايشها في النمسا. وفي سنه 1914 بقى الحرب العالميه بدات، وهتلر بما انه مفيش اي حاجه يعملها في حياته قرر انه يتطوع للجيش ويخدم بلده في الحرب دي. فحياته بقى اتغيرت تماما، هو كان في الاول عايش في الشارع مفيش اي حد في حياته، وفجاه بقى حس بسبب الجيش والحرب العالميه الاولى ان بقى في هدف للحياه بتاعته، وبسبب ان هو عمل صداقات كتير جدا في الجيش اخيرا حس ان هو مبقاش لوحده وبقى عنده اخوات واصحاب كتير جدا. فسبحان الله مع ان في عشرات الملايين من الناس ماتوا في الحرب العالميه الاولى، وبرغم كمان بشاعه الحرب، هتلر بقى قال ان في الفتره دي كانت احسن فتره في حياته كلها. اخذ على وسام شرفي اسمه وسام الصليب الحديد، وطبعا بعد ما الحرب خلصت المانيا اتهزمت، وحس بقى بغضب شديد جدا بعد الحرب، مش هو بس ده اكيد وكل الالمان، وبالذات بقى بعد معاهده فرساي للصلح اللي هي كانت قاسيه جدا على المانيا وخلوهم بقى يعملوا حاجات كتيره جدا. يعني مثلا يقللوا عدد افراد الجيش عندهم وغرقوهم في الديون، دول حتى كمان اجبروا المانيا ان هم يتنازلوا عن اجزاء من ارضهم. من الاخر يعني شيلوا المانيا الليله كلها، قال يعني المانيا هي اللي بدات الحرب ومفيش حد غيرها دخل. فطبعا بما ان العالم كله حرفيا بقى جاي على البلد بتاعته، هو تقريبا بقى بيكره اي حد مش الماني، وبالذات بقى بيكره جدا اليهود، وبسبب اقتناعه التام ان هم اليهود هم اللي السبب في كل حاجه بتحصل وحشه في العالم، وان هم ناشرين جواسيس في كل حته، ومع ان عددهم قليل قوي بس هم مسيطرين على اهم حاجات في العالم. هو دلوقتي بعد الحرب مبقاش جندي في الجيش، بس لسه فضل شغال معاهم كموظف في الحكومه، وكان دوره ان هو يفضل يرصد حركات الشيوعيين في البلد، واي حاجه تحصل يبلغهم بيها على طول. فهتلر بقى هو عمال بيدور ورا الناس وعمال بيشوف الاحزاب بتقول ايه، في كده حزب معين اسمه حزب العمال الالماني، ودول بقى كانوا مقتنعين ان الدوله ومصالحها فوق
فوق كل حاجة، وعشان هم يقدروا يحققوا حاجة زي كده ما عندهمش مانع خالص في فكرة الدكتاتورية، وكانوا بيس جدا في فكرة انك تروح تهاجم بلد تانية وتسيطر عليها تماما وتضمها للبلد بتاعتك على اساس ان البلد بتاعتك كده مصالحها تبقى احسن وكمان حجمها هيكبر. واكيد اكيد هم مقتنعين ان حاجة زي كده مستحيل يقدروا يعملوها طول ما في يهود عندهم في البلد، وان في المان مش بيور موجودين معاهم. وهنا بقى هتلر قرر انه يسيب الجيش تماما وينضم للحزب ده ويبقى معاهم. وطبعا هو طول عمره كان ذكي جدا فما خدتش منه وقت خالص، وفجأة بقى من اعلى الناس اللي في الحزب ده بعد ما اقنعهم بمهاراته الرهيبة في الاقناع والخطابة مع الناس. فبعدها بفترة هتلر بقى حس ان جه الوقت انه يطور بقى من الحزب ده، فغير اسمه لحاجة اسمها النازي، والشعار بتاعه هو الشعار ده، وطبعا كلنا شفناه قبل كده. وهو بقى على طول بدأ يوعد الناس كلها انه هيرجع المانيا لامجادها القديمة، بس كان بيقولهم ان حاجة زي كده مش هتحصل الا لو معاهدة فرساي اتلغت والمانيا رجعت تاني كل الاراضي اللي هي خسرتها. وكمان ابن المجنون ده قال ان الالمان البيور بس هم اللي هيبقى معاهم الجنسيه، وان هم الوحيدين اللي ليهم الحق ان هم يبقوا مواطنين في المانيا، وان اي حد يهودي هناك لازم على طول تنسحب منه الجنسيه. كان في احزاب كتيره جدا موجوده ساعتها هناك، بس الفرق الوحيد في حزب النازي ان هتلر هو اللي كان رئيسه وكان مسؤول عن كل حاجه بتحصل فيه، وهو كان دايما طموحه حرفيا فوق السماء. هو مجنون بس كان طموحه عاليه قوي. وبعدها بفتره هتلر بقى اسس مجموعه كده جديده اسمها اس اي. بتعمل ايه بقى الاس اي دي؟ المجموعه او الكتيبه دي كانت عامله زي البلطجيه، كانت دايما بتعمل نوش في الاحزاب التانية، واي حد شيوعي او اي حد يهودي في الشارع بيجروا عليه وبيفضلوا يتنمروا عليه. فلو انت كنت يهودي في الفتره دي كانت حياتك تبقى صعبه قوي. وانت فاكر كمان لما الحرب العالميه الاولى خلصت وسرحوا بقى كل الجنود اللي كانوا زياده هناك، كل الجنود دول بقوا عاطلين عن العمل. فلما سمعوا بقى على حزب اسمه حزب النازي ومجموعه الاس اي دي عجبوا قوي بالموضوع ده، وكل الناس اللي عاطلين عن العمل دول انضموا ليهم. وحكومه المانيا تقريبا ساعتها ما كانتش متعلمه نهائي، كانت غبيه قوي، وعملوا حاجه ودوا الدوله في 60 داهيه. فركز معايا بقى في الحته دي عشان دي مهمه قوي. هم المفروض بعد الحرب العالميه الاولى بقى عليهم ديون بالهبل، فعملوا ايه بقى؟ عملوا حاجه لو عيل عنده 10 سنين مش هيعملها. هم سالوا مثلا احنا علينا كام في الديون، عرفوا الرقم الكبير جدا وقالوا خلاص هنروح بقى للمطبعه ونطبع الفلوس دي كلها. فطبعا لو انت على الاقل عندك 15 سنه هتفهم ان حاجه زي كده مش هينفع تتعمل، وان مش معنى انك بتطبع فلوس اكتر معناها ان البلد هتبقى اغنى، ده بالعكس خالص بيخلي قيمه الفلوس نفسها بتقل بشكل رهيب. فالحكومه بقى المتخلفه دي فضلت تطبع في الفلوس بالهبل وما وقفتش غير لما اكتشفت المصيبه، وعمله المانيا ساعتها انهارت تماما. يعني ايه بقى انهارت؟ انا اقول لك، يعني في سنه 1919 الدولار الواحد كان بيساوي 4.5 مارك، ومارك دي العمله الالمانيه. فالى حد ما الفرق بين الدولار والمارك مش فارق كبير قوي، بس بعدها باربع سنين بس الدولار الواحد بقى فجاه ثمنه 4.2 تريليون مارك. انت متخيل الرقم عامل ازاي؟ يعني عشان انت تنزل تشتري رغيف عيش من هناك محتاج لك 200 مليون مارك، 200 مليون، وهو كان من اربع سنين الفرق بين الدولار والمارك 3.5 مارك بس. فطبعا المانيا فجاه بقت في مشاكل اكبر ومش عارفه تسدد ديونها اكتر، بسبب ان العمله بتاعتها بقى خلاص ممكن ياخدوا الورق ده ويمسحوا بيه رؤوسهم. فطبعا حزب النازي ما كانش مبسوط نهائي من اللي بيحصل، واللي عصبهم اكتر ان فرنسا برضو طمعت فيهم وراحت احتلت منطقه في المانيا، والمنطقه دي كلها مصانع وبينتجوا منها حاجات كتيره جدا. بما ان فرنسا احتلتها بقت هي اللي خلاص مسيطره على كل حاجه بتطلع منها، فالمانيا قلت تاني وتالت ورابع. ده غير طبعا ان فرنسا لما دخلت قتلت ناس كتيره جدا في المنطقه دي. فبعد المصايب اللي حصلت في المانيا ساعتها هتلر والحزب بتاعه قرر بقى انه ينزل الشوارع ويعمل ثوره على البلد. هو كان في مخيلته العبيطه ان الحكومه هتبقى واقفه جنبه، واول لما تشوف ان في ثوره بقى وحزب النازي هو اللي عايز يسيطر على البلد هيبقوا واقفين جنبه. بس طبعا ده غلط جدا، والثوره فشلت وهتلر اتسجن واتهموه بالخيانه كمان، واتحكم عليه بالسجن لمده 5 سنين، قضى منهم في السجن بس 9 شهور. ولما خرج بقى ساعتها هتلر بقى مشهور جدا في البلد، بسبب ان هو كان معروف جدا ان هو ده رئيس الحزب النازي، وهو واحد مش عاجبه اللي بيحصل في المانيا وعايز يغيرها. اسمه بقى معروف ومحبوب الى حد ما. ففي سنه 1929 انهارت بورصه الوول ستريت في امريكا كده، فجاه بقى عندها مشاكل في الفلوس كتير جدا وعايزه فلوسها من المانيا دلوقتي، والمانيا حرفيا كانت على اخرها. البطاله ضربت في كل حته، تقريبا اكتر من 6 مليون واحد، والفقر بقى موجود في كل شوارع المانيا، وبقى واضح وضوح الشمس للالمان ان الحكومه الديمقراطيه دي ما تنفعش معاها ولازم واحد دكتاتور هو اللي يمسكها. فساعتها بقى دور هتلر رجع تاني، واستغل بقى الكاريزما بتاعته وقدرته الرهيبه في الاقناع والخطابه انه يقنع الناس ان ده دلوقتي جه دور حزب النازي، وان لو هو قدر يمسك بس بلد هيقدر يرجع المانيا لامجادها القديمه، وهتبقى المانيا العظمى تاني وكل البلاد اللي في العالم خايفه منها. وطبعا هتلر كان ليه دور، والحزب النازي بقى كان في ظهره وكان ليه دور تاني خالص. وهم كانوا عاملين بيفضلوا يعملوا بروباجندا كده ودعايه كتير قوي على هتلر عن ازاي بقى هتلر ده راجل ذكي جدا وقائد قوي يقدر يعمل اي حاجه يحطها في باله. وطبعا هم عاملين بيعملوا الدعايه دي كلها عاملين بيقولوا شايفين المصايب اللي احنا فيها دي، اليهود هم السبب، فاي حد ما كانش منضم للحزب النازي بسبب الحاجات اللي كان بيسمعها منهم بقى بيكره هو كمان اليهود. ومع مرور الوقت حزب النازي بقى اكبر حزب في البرلمان كله، وهتلر كمان
أردوغان دخل في انتخابات الرئاسة بس للأسف ما قدرش يكسبها. بس حاجة زي كده ما خلتش هتلر يقف، وهو فعلا ما كانش عنده فكر ان هو يقدر يستسلم نهائيا، وما كانش بيحبط خالص. فراح لرئيس الجمهورية وقال له انا عايز ابقى مستشار عندك، بما ان هو رئيس اساسا اكبر حزب في البرلمان. وفي سنة 1933 هتلر بقى مستشار رئيس، وساعتها بقى دور هتلر المتطرف جدا بقى باين جدا، وبقى يقدر ينشره في شوارع المانيا كلها. فبعدها بكام شهر حصلت مصيبة ساعدت هتلر جدا، وهو ان مبنى البرلمان الالماني ولع تماما. طبعا مفيش حد قفش اللي عمل حاجة زي كده، بس لو انت فكرت بطريقة منطقية اكيد غالبا هم اليهود اللي عملوا حاجة زي كده، بس طبعا مفيش حاجة اكيد. هتلر بقى خلاها مؤكدة، وحاجة زي كده اديت له الصلاحية انه يقدر يسجن اي حد هو عايزه. تقريبا اي حد يهودي بقى بيشوفوه بيودوه السجن، واي حد عنده اعتراضات سياسية بيودوه السجن وكمان. وفي الفترة دي بقى رئيس المانيا توفى، وهتلر بما انه هو اللي كان المستشار بتاعه بقى عنده دلوقتي فجأة الصلاحية التامة انه يعمل اي حاجة هو عايزها، بقى بيحط له قوانين كده بمزاجه من غير ما يرجع لاي حد. وكده كده اساسا هو كان رئيس اكبر حزب موجود في المانيا، فاي حاجة بيقولها بيوافقوا عليها على طول. بس ساعتها بقى هتلر كان عنده مشكلة واحدة بس متبقياله. فاكر انت كتيبة الاس اي اللي هتلر عملها؟ القائد بقى بتاعها كان عايز يخلي الكتيبة دي هي مكان الجيش الالماني، بس هتلر بما انه كان فايق ومصحصح هو كان محتاج الجيش الالماني اكتر. فتفتكر بقى ابن اللذين ده عمل ايه؟ جاب له قائد الاس اي ده ومجموعه كبيره قوي من ضباط كتيبه الاس اي دول، جمعهم كلهم في مكان واحد وخلص عليهم. ومش كده وبس، كان في ناس معينه كده في باله عارفين ان هم كانوا هيعطلوه شويه، راح قتلهم بالمره خنزير خنزير يعني. والليله دي بقى كانت عامله زي المذبحه في المانيا، يعني هو في ناس كده كان عايز يقتلهم قتلهم هو وعائلاتهم. ده حتى كان في واحد مات بالغلط عشان افتكروه واحد تاني، يعني من الاخر كانوا ماشيين مع مين بيقتلوا في الناس. وفي اخر الليله دي اتقتل فيها اكتر من 200 واحد، واتعرفت بقى الليله دي باسم ذا نايت اوف ذا لونج نايفز. ومن بعدها كل الناس بقت منتمئه انتماء تام لهتلر، عشان خلاص كله بقى خايف منه جدا، اي حد بقى بيعمل حاجه غلط بيتبهدل. والحياه بقى في المانيا اتقلبت خالص، يعني ما بقاش في حريه صحافه ولا نشر ولا في حريه تعبير، ده حتى كمان التجمع في الشارع اتمنع خالص. نيجي بقى على اليهود، هتلر علم عليهم، مش قصدي ان هو علم عليهم وخلاص، هو حرفيا علم عليهم. اكبر كل يهودي في المانيا ان يحط كده حاجه على دراعه لونها اصفر، على اساس ان اي حد ماشي في الشارع يبقى عارف ان دول يهود. وطبعا بقى كل محلاتهم وشغلهم اتقفلوا خالص، لكنه بيحاول يموتهم ببطيء. وكمان قدام كده شويه هتلر هيتسبب في موت اكتر من 6 مليون يهودي في حاجه اسمها هولوكوست. بس النازي ساعتها ما وقفوش بس على اليهود عشان ياذوهم، دول اذوا الناس كلها، يعني استهدفوا كمان الغجر والمثليين وبعض الشيوعيين، كل ده تحت حاجه اسمها التطهير العرقي، على اساس ان هو كده بيحافظ على العرق الالماني البيور الجميل ده. وابن الذين كمان غسل دماغ كل الناس في المانيا، حتى الشباب الصغيرين، الاولاد من سن صغير كانوا بيتاخدوا في معسكرات تدريب عشان يرجعوا اعنف بكتير جدا من الاول، وانتمائهم للبلد يزيد. والبنات بقى كان بيتقال لهم ان هدفهم في الحياه هو انهم يخلفوا اكبر عدد من الولاد وخلاص، طالما هم بيور المان يبقى خلفوا بالهبل. فبيغسل دماغهم من هم صغيرين، فبيفهموا لما بيكبروا ان هو دي وظيفتهم وبس. والسلام الوطني بقى في المانيا اتغير، بدل ما كان كده كله كان بيعمل حاجه اسمها هايل هتلر، اكيد انت شفتها في الافلام لما الالمان في الحروب كانوا بيعملوا حاجه زي كده. واللي ما كانش بيعمل بقى الحركه دي لهتلر كان بيعتقل على طول، كده معناه ان هو بيقول للناس ان هو معارض للي انتوا بتعملوه. وطبعا هتلر ما عندوش الكلام ده، لو ما عملتش هايل هتلر هتتنفخ. فطبعا بقى بسبب كل الحاجات اللي انا حكيتها لك دي، هي دي كانت السبب في بدايه الحرب العالميه الثانيه اللي هتلر هو السبب الرئيسي لبدايتها. فانت بقى لو عايز تعرف اكتر عن ايه اللي عمله هتلر في الحرب العالميه الثانيه وايه اللي حصل فيها عامه وازاي كمان انتهت، خش شوف الفيديو ده، هتلاقيني بكلمك وبحكي لك على كل حاجه بالتفصيل. فطبعا بعد كل اللي حصل ده انت دلوقتي اكيد بقيت مقتنع ان هتلر فعلا من اسوأ واحقر الشخصيات في التاريخ كله. بس انا عايز بقى اسالك سؤال، تفتكر لو كان ابوه احن عليه شويه وامه واخوه الصغير ما كانوش اتوفوا في السن الصغير بتاعه ده، او لو كان حتى نجح في امتحان الفنون الجميله اللي هو كان نفسه يخشها، تفتكر كان هيرجع تاني ويعمل كل المصايب اللي هو عملها دي، ولا ما كانش هيعمل اي حاجه من الكلام ده وكان يطلع راجل مسالم ملوش في اي حاجه؟ تفتكر العالم ساعتها كان هيبقى عامل ازاي لو الحرب العالميه الثانيه ما كانتش حصلت؟ انا عايزك كده توسع بقى خيالك خالص معايا وتقول لي رايك بجد في الكومنتات. انا عايزك فعلا تقول لي ايه اللي كان هيحصل في العالم كله والحرب العالميه الثانيه ما حصلتش، وتعالى نتكلم شويه في الكومنتات مع بعض. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا، ولازم تفعل الجرس عشان يجيلك كل فيديوهاتنا اول باول، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.